السلام عليكم. أمر قاضي تحقيق بالقطب المتخصص في الجريمة المالية والاقتصادية بالغرفة الثالثة بمحكمة سيدي محمد بإيداع وزير السياحة الأسبق عبد القادر بن مسعود الحبس المؤقت بتهم الفساد. وحسب مصادر إعلامية فقد تم إيداع بن مسعود الحبس المؤقت على خلفية متابعته في قضايا فساد في قضية رجل الأعمال محيى الدين طحكوت، وكان الأخير قد سبق له أن استفاد من الإفراج المؤقت من طرف المستشار المحقق بالمحكمة العليا في نفس القضية بصفته والي تسمسيلت أثناء الوقائع.